منذ صغرها برزت مواهب الحاجة صباح وتألقت في فنون عدة، حيث تعلمت فن التطريز والخياطة والحجر والطين، كما كانت خبيرة في طب الأعشاب إذ تعلمت هذا الفن القديم عن طريق جدها وورثته عنه واستخدمته لمعالجة الناس في بلدها. صباح تحرص دائما على ارتداء الزي الفلسطيني المطرز الذي يعبر عن هويتها وانتمائها الوطني، وتعتبر الزي الفلسطيني جزءا من تراثها الثقافي الغني الذي تحافظ عليه وتعززه. وعلى الرغم من تحديات الحياة، نجحت صباح في تربية عائلة كبيرة حيث لديها 10 أولاد، وعلى مدار سنوات عديدة لم تلجأ يوما إلى الطبيب، بل استخدمت معرفتها الواسعة بطب الأعشاب لعلاج أولادها وعائلتها. صباح تعد قدوة حية للصمود والتمسك بالتراث الفلسطيني، وتعبر قصتها عن قوة الروح الفلسطينية واستمرارية الثقافة والتراث في وجه التحديات. كاميرا مساواة، وفي ذكرى النكبة 75 التقت بالحاجة صباح وشاركتنا قصة حياتها الملهمة. أنا الحجة صباح من أم الفحم، أنا بال48 بك، عمري 6 سنين، يعني عمري 80 سنة هسه، فهمتيني؟ وأنا عند هاي المواهب يعني اللي بشتغلها هاي، مثلا هاي وأنا صغيرة، وأنا طفلة صغيرة دراسة تعليم ما تعلمتش، كراية يعني دراسة ما تعلمتش. شو اللي تعلمت أنا؟ فرغت عقلي من وأنا طفلة لحد اليوم، لا رحت على نادي ولا رحت على شو اسمه على مؤسسة ولا رحت على محلات، أنا بابش على إيدي واشتغل هذا الشغل، تطريز، خياطة، بنى قديم، حجر والطين. طب الأعشاب تعلمته من حياة سيدي. سيدي بكى نجار، بكى يداوي طب أعشاب، بكى بنا، وبكى علم كتاب. هذا قبل 48، فهمتين؟ أنا من بجنبه، أنا عندي ذاكرة قوية ومرتشنة على الأكل. طب الأعشاب أنا أخذت هاي الموهبة من حياة السيد الله يرحمه، أخذتها بك يعني عالج، يعني بكاش قبل دكاترة ولا بك إشي، وين ما يحيك طفلي ويش اسمه قصفة عشبة أي إشي يجيبها أشوف كيف يتعامل معها نكلت عنه. هسه أنا أولادي مثلا عندي 10 ولاد، يعني عندي 7 ولاد وثلاث بنات، خاطرهم مش بكاش أخذ مع الدكاترة، كانت أنا أعمل شو يصير عندهم أشياء أتعامل مع الأعشاب وبإذن الله يطيبه. بي عندك أنت مثلا للسكري، عندك للسكري النتش، عندك اللهم صل على سيدنا محمد المرار، عندك اللهم صل على سيدنا محمد الحلبي، عندك اللهم صل على سيدنا محمد إن خالتي القمح البلدي، قمح إن خالتي القمح، هذا مين للسكري؟ هاي الاشياء يعني بسويها للسكري. عندك للعينين المرار، نوار المرار بطحنه بحطه مع هذا الشحن العربي وبنحطه بالعينين، هذا ايش للعين اللي عليها غشاوي، اللي عليها غشاوي. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك مثلا هاي بي شجره الخطمين بس ما جبتهاش معايا، ما لحقتش. هاي تخمد بتعرف فيها نوارها زهري ايش علي لك وطويله. هذا التطريز اللي انا يعني بشتغله، مثلا بشتغل مثلا طول مثلا عندي هذاك فوب صغير شف طبي معلك هذاك، هذا اشتغلته وانا عمري 10 سنين. خبي شوف كابل الناس يعملوا الواحد كم ما تنخطبوا كم ما تتجوزوا كم تعمل إشي، تعمل تحضير أولى بنت أولى ولد، فهمتيني؟ جيت خيط وضبيت. هسا أنا عمري 80 سنة وأنا عمري 10 سنين، كداش عمره 70 سنة.
احنا بنحافظ على تراث الفلسطين. اول ايش تراثنا مناش ننساه ولازم نحافظ عليه لا حتى الموت. وهي موهبتي، هو تراث موهبتي، الكاط الزيتون، الحصيده، الغنان الشعبيه لما صلى على سيدنا محمد، بيوت الشعر.